والدي رآني يوم من الأيام وأنا قد لبست القميص والبنطلون وتأبطت كتبا إنجليزية وذاهب أمامه هكذا وهو يقرأ ورده في وقت الضحى، فناداني تعال أتيت الفجر أين وما هذا؟ قلت أذهب أتعلم، عندي درس إنجليزي في مدرسة خاصة يعني أقوي تقوية إنجليزية يعني. أنا صغير في ذاك، فما قال لي شيء أترك هذا ولا، بس هو قال لي شوف أنت الآن تراني في هذا المسجد، وحول المسجد حوالي 15 دكان ولا شيء، وأيضا فيلا كبيرة للوالد وكذا يعني. قال هذا كله لمن؟ قلت يعني لكم يعني. قال أنا تحصلت عليه بالإنجليزي، أنا ما أعرف إنجليزي. فهنا تريد الدنيا عليك بالقرآن، تريد أن يوسع الله عليك في الدنيا قبل الآخرة عليك بالقرآن، وتريد الآخرة عليك بالقرآن. وهذا هو التفسير في قول الله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. وما يعطي الله أحدا بسبب من الأسباب أقوى من سبب القرآن.